نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول السائل: ما حكم سؤال الأموات في دفع ضر أو جلب نفع، وفي أيهما يدخل؟ هذا الشرك الأكبر، إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، يعني خرجت من الإسلام ولو قلت أنك مسلم، ما دمت تفعل هذا فأنت مشرك كافر وعملك باطل. فالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطوفون بهم ويسألونهم ويذبحون لهم ويدعونهم فهؤلاء مشركون، وإن قالوا أنهم مسلمون حتى يخلصوا لله العمل ويتوبوا إليه ويحققوا لا إله إلا الله. وأما من دعا غير الله كائنا من كان فإنه مشرك وإن صلى وصام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جبريل، دعاء غير الله شرك أكبر. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الرب عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله.